أما إذا حلف الإنسان بغير الله عز وجل فإن هذا من الشرك الأصغر، ولكن كل ذنب وصف بأنه شرك أو كفر يدل على خطورته. وصف الذنب بأنه شرك وأنه كفر يدل على خطورة ذلك الذنب، وأنه عظيم وأنه أكبر من الكبائر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله هو الذي يكون به الحلف، حلف بما به الحلف وهو الله عز وجل. ولكنه إذا حلف بالله وكان كاذبا، الكذب معصية، الكذب معصية. لكن لو حلف بغير الله هذا الحلف يصل بأنه شرك، ولو كان صادقا، يعني كونه يحلف بالله يحلف بغير الله ولو كان صادقا ارتكب أمرا خطيرا، وهو الحلف بمن لا يحلف به وبمن نهي عن الحلف به وهو غير الله عز وجل، حتى ولو كان الإنسان صادقا، لأنه كان مرتكب أمرا محرم الذي هو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. هذا كلام مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية والحلف بغير الله شرك، والصدق طاعة وصفة حسنة وخصلة طيبة. لكن كون الإنسان يبتعد عن الشرك، وكل ذنب وصف بأنه شرك يحذره ويبتعد عنه ولو كان شركا أصغر، لا يخرج من الملة، إلا أن الذنب الذي يوصف بأنه شرك يدل على خطورته. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله صادقا أحب إلي بأن أحلف بغيره أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعلى هذا فإن هذه الآية، ويقول الله عز وجل: والعصر، فيها إقسام الله عز وجل بالزمان، والله تعالى يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه، لكن خلقه لا يقسمون إلا به سبحانه وتعالى، لا يقسمون إلا به، لا يحلفون بغيره ولا يقسمون بغيره، وإنما القسم به سبحانه وتعالى.